عودة مجددة من بعد الفاصل وأول مواضيع حلقة اليوم. دور إنساني كبير تقوم به المنظمة الدولية للهجرة من خلال تعزيز الهجرة وتنظيمها بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويعود بالفائدة على الجميع. أيضا هناك إيجاد للحلول العملية لمشاكل الهجرة كما تقدم المساعدة الإنسانية للمهاجرين. للحديث عن دور المنظمة وما تقوم به وتطلعاتها المستقبلية رحبوا معنا اليوم برئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت السيدة إيمان عريغات. يا أهلا ومرحبا فيك. أهلا بك يا أخت تلال وبكافة المشاهدين الكرام. أهلا فيك. يعني قبل الخوض في حوارنا اليوم والتعريف عن هذه المنظمة هناك تقرير راح نشوفه مع بعض ونرجع من بعده. خلينا نشوف التقرير. أنشئت المنظمة الدولية للهجرة IOM في عام 1951 ومركزها مدينة جنيف السويسرية، وهي المنظمة الحكومية الرئيسية التي تعنى بشؤون الهجرة، إذ تنمو المنظمة بسرعة كبيرة شأنها كشأن كافة المنظمات الغير حكومية والمنظمات الدولية، وهي تضم حالياً 125 دولة عضوة، بينما تتمتع 18 دولة أخرى بصفة مراقب. وتخصص المنظمة ميزانية لتمويل المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمهاجرين، فقد خصصت عام 2008 ميزانية تعدت 1 بليون دولار لتمويل ما يزيد على 2030 برنامج وأكثر من 6690 موظفاً أعضاء يعملون في أكثر من 430 مكتباً ميدانياً في أكثر من 100 بلد. تهدف المنظمة الدولية للهجرة إلى تعزيز الهجرة وتنظيمها بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويعود بالفائدة على الجميع من خلال تقديم الخدمات والمشورة للحكومات والمهاجرين على السواء. وتعمل المنظمة للمساعدة على ضمان الإنسانية وإدارة الهجرة وتعزيز التعاون بشأن قضايا الهجرة والمساعدة في البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة، كما تقدم المساعدة الإنسانية للمهاجرين سواء كانوا لاجئين، مشردين أو مقتلعين من ديارهم وأراضيهم. تقرير أستاذة إيمان، يعني اليوم في بداية حوارنا نود التعرف على دور المنظمة. بسم الله الرحمن الرحيم. دور المنظمة الدولية للهجرة، إذا تحبي أحكي لك بإيجاز في العالم، لدينا 450 مكتب حول العالم، ننفذ 2700 مشروع كما جاء في تقريركم الطيب. نعم. بميزانية بلغت قيمتها العام الماضي ما يتجاوز 1,300,000,000 دولار. أنشطتنا متنوعة ومتعددة، لكن إذا نعود إلى مكتب الكويت فأنشطتنا بمشيئة الله هي متعددة ومتنوعة وتهدف كافة إلى تعزيز وتأهيل الكوادر الحكومية الكويتية بما يتماشى مع المعايير الدولية والخبرات الدولية. نعم. طيب في هذه المنظمة كيف يكون تعزيز الهجرة؟ كيف تعزز الهجرة؟ تعزيز الهجرة مش بالسياق المحلي لدولة الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن في سائر دول العالم أو بقاع العالم اللي فيها نزاعات مسلحة أو كوارث إنسانية أو طبيعية. تعمل المنظمة الدولية للهجرة بشراكة لصيقة مع باقي شقيقات المؤسسات الأمم المتحدة على مساعدة المهجرين والنازحين واللاجئين داخليا، وخاصة في أثناء الكوارث، عن طريق إحنا المنظمة رقم واحد في تسهيل نقل النازحين والمهجرين. يعني نعم. في أثناء أزمة ليبيا
المنظمة الدولية للهجرة هي أول من أطلق نداء إنساني استغاثي، وهي من نقلت ما يزيد عن 150 ألف عامل أجنبي من ليبيا أعادتهم إلى بلدانهم. نعم. كذلك تسونامي في أندونيسيا أو في الزلزال اللي حصل في هايتي. نحن من يقوم بتنسيق وتنظيم حركة العمالة والنازحين والمهجرين. نعم، يعني كل هذه التنظيمات اللي تقومون فيها لابد أن تكون هناك بعض المشاكل اللي تواجهكم في هذه الهجرة، صحيح؟ هنالك تحديات دائما بلا شك، أنه أي عمل على الأرض خاصة لما تكون البيئة هي بيئة نزاعات مسلحة أو كوارث إنسانية أو طبيعية، طبعا هنالك العديد من التحديات، ولكن بفضل الله فرقنا العاملة دائما الهدف أمامها إنجاز الأمر وتنفيذه وإدخال السعادة على الناس هاي المنكوبة، ومن ثم بحث المشاكل اللي منواجهها. يعني نعم. عمرنا ما تركنا التحديات تقف عائق لنا. نعم، يعني هذا اللي نتكلم عنه، كيفية إيجاد الحلول لهذه المشاكل في الهجرة. إذا حضرتك بدك تحكي أخت دلال على الهجرة بوجه عام، المنظمة هي تسعى إلى دائما تنظيم الهجرة بشكل إنساني يخدم المهاجرين ويخدم نعم. الحكومات، يعني تعمل توازن بين الحكومات ومتطلباتها وحركة المهاجرين، وإحنا نصدر تقرير كل 3 سنوات عن حركة الهجرة العالمية. آخر تقرير صدر في 2010، وإن شاء الله التقرير القادم حيكون بال 2013. شغلنا كله بالتعاون مع كافة الحكومات، نقدم لهم البيانات والاستطلاعات، ولدينا المكتبة المركزية لحركة العمالة التي يؤخذ بها في كافة مؤسسات الأمم المتحدة. نعم، يعني اليوم الجميع يعرف أن هناك هجرة غسرية تتم، فدور المنظمة وكيفية التعامل مع هذه الهجرة الغسرية. دورنا هو طبعا بالشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى للمهجرين في حسب ما هو موجود هلا في العالم العربي، للأسف في بعض الكوارث الموجودة والنزاعات، هي العمل أولا على إيجاد أرضية صلبة لاستيعاب الأعداد الضخمة من النازحين والمهجرين قسريا. نعم. مدهم بيد بالمواد الإغاثية الغير غذائية، هذا من أهم شروط المنظمة الدولية للهجرة، أنها ليست تقدم فقط غذاء وأكل، لا، ولكن إلى أكثر من ذلك بكثير حتى يستمروا في الحياة، وعلى الأقل تعطيهم السبل الحياة الكريمة. شنو التقديمات اللي تكون أكثر من ذلك؟ طبعا أنت عارفة زي اللي بيحصل، ما بدنا تعيين دول معينة، ولكن النازحين قسريا من بلدانهم نقوم بتقديم ليس فقط الخيام، ولكن المواد الإغاثية والبرامج الطبية والبرامج الإنسانية. نحاول نشغل الأطفال عندهم في برامج خاصة حتى نعزز قدراتهم. أنت عارفة كيف بتكون الحروب ظروف سيئة للغاية، وأكثر فئة هي مستهدفة هي النساء والأطفال، فبرامجنا في الغالب تكون موجهة للنساء والأطفال. نعم، يعني الهجرة اللي تتم في الهجرة الغسرية اللي تصير، هل هناك أعداد معينة ترسل إلى دول معينة؟ لا حضرتك، هلا انت دخلتي الى موضوع اللجوء. نعم. اللجوء ليس من اختصاصنا، هو باختصاص المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين. لكن احنا ولكن ما في اتصال بينكم وبينهم. بالتاكيد نحن شركاء. نعم. هم من يعتمدوا ان هذا الشخص تقع عليه صفه اللاجئ، ومن ثم ياتي دورنا عن طريق نحن وسيله النقل، وسيله الاعتماد الطبي، نحن من نقوم بالفحص الطبي، ونحن من يعمل له كافه الاجراءات حتى يغادر من البلد الذي تم اعتماده كلاجئ إلى البلد الذي منحه صفة اللجوء. نعم، طيب تنظيم قانون المنظمة في الصلة بين الهجرة والنمو الاقتصادي الثقافي الاجتماعي، بالتأكيد هناك تكون تغييرات في حالة الهجرة هذه. بالتأكيد طبعا، دائما عشان هيك احنا عندنا خبراءنا الدوليين يسعوا دائما الى بحث كافة الوسائل او السبل او الاسباب اللي بتؤدي الى الهجرة، مثل هلا التغيير المناخي. نعم. يعتبر من أهم أسباب الهجرة القسرية في دول كثيرة من العالم، يمكن إحنا لسه مو واصلتنا في المنطقة العربية الحمد لله، لكنها يعني تستحوذ على مساحة ضخمة من الهجرة القسرية. خبراءنا الدوليين هم أول من دقوا ناقوس الخطر. نعم. وجرس الخطر بخصوص هجرة القسرية بسبب التغيير المناخي. طبعا إحنا تعاملنا مع الحكومات الهدف منها تنظيم حركة الهجرة. نعم. وإعطاء صبغة إنسانية وكريمة للمهاجرين بالتوازن مع مراعاة مصالح الدول. نعم، هل هناك تكون أعمال مشتركة لتنظيم هذه الهجرات؟ بمعنى أكيد في هنالك أعمال مشتركة بيننا وبين الحكومات طبعا رقم واحد. نعم. ومع باقي مؤسسات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية على اختلاف أعمالها.
نعم. طيب لو نتكلم عن تأسيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة الكويتية، تعاملها مع الحكومة الكويتية اليوم؟ احنا بفضل الله اول تم افتتاح مكتب المنظمة الدولية للهجرة في العام 1991، ونحن نفتخر ونعتز ان من وقع بروتوكول التفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة هو صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه، انا ذاك حينما كان وزير الخارجية. حقيقة تعاون الحكومة الكويتية الموقرة رائع ونموذجي، وانا بنتهز هاي الفرصة عبر شاشة تلفزيون الوطن انه نقدم لهم جزيل التقدير على تعاونهم الطيب ولا محدود مع نشاطات المنظمة الدولية للهجرة. نعم، يعني اليوم لو نتكلم بشكل تفصيلي للمشاهدين في الادوار اللي قامت فيها الهجرة والمنظمة اللي قامت فيها هذه الادوار، لو نوضح للمشاهدين اكثر. بكل سرور اخت دلال، احنا نعم. راح اتكلم عن 3 سنوات السابقة، لن اعود الى الخلف كثيرا. نعم. لكن بفضل الله نفذنا خلال ثلاث سنوات السابقة 22 مشروع، طبعا كلهم برعاية ودعم من الحكومة الكويتية بمختلف أجهزتها. طبعا وزارة الخارجية من كلها كل التقدير هي الراعي ومظلة الرسمية والقانونية للمنظمة الدولية للهجرة، شركائنا الآخرين وزارة الداخلية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعهد القضائي للدراسات القانونية، المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية. نعم. 22 مشروع كان الهدف منهم بفضل الله تعزيز الكوادر أو الحكومية الوطنية، دربنا وشاركنا خبرتنا الدولية مع ما يزيد عن 340 موظف حكومي وطني على مواضيع جدا هامة، مكافحة الإجار بالبشر، قضايا حقوق الإنسان. نعتز أنه المنظمة الدولية للهجرة هي أول من أهل ودرب فريق وطني متخصص بمكافحة الإجار بالبشر من وزارة الداخلية، وكذلك أول من درب وأهل فريق وطني متخصص في شؤون الأعمال الوافدة. نعم. طبعا هذا الإنجازات بفضل الله لم تكن تتم لولا الدعم اللي أنا كنت أشير له قبل قليل من قبل الحكومة الكويتية. نعم، يعني القيام بهذه الإنجازات أكيد مهمة، تكون ترى نظرة قوية تكون هناك موجودة لهذه الإنجازات، ويعني الله يعطيكم العافية على هذه الإنجازات اللي قمتوا فيها وعلى المشاريع أيضا. الحمد لله رب العالمين. إحنا الهدف سد دلال من نعم. مشاريعنا، الهدف من وجود المنظمة الدولية للهجرة بالكويت أصلا هو خدمة وتنفيذ الأجندة الحكومة الكويتية بما يتماشى مع المعايير الدولية. نعم. وتعزيز وتأهيل الكوادر الوطنية بالخبرات الدولية حتى يكونوا خير سفير لدولة الكويت، وهدفنا الأساسي هو تسليط الضوء على الجانب الإيجابي والمشرق من الأنشطة اللي بتقوم فيها الحكومة الكويتية بما يخص الأعمال الوافدة، مكافحة الإتجار بالبشر، وتعزيز حقوق الإنسان. نعم، يعني هذه المواضيع بالتأكيد راح نتناقش فيها، وبعد الفاصل راح نعرف ما هي مشكلات العمالة الوافدة في البلاد. فاصل وراح نرجع من بعده. عودة مجددة من بعد الفاصل، عودة لك أستاذة إيمان. ولو نرجع لسؤالنا اللي كان قبل الفاصل، مشكلات العمالة الوافدة في البلاد، لو نتحدث عن هذا الموضوع. والله أخت دلال، هي من أهم مشكلات العمالة الوافدة الآنية الحالية هي مشكلة العمالة السائبة. نعم. وطبعا الشركات الوهمية هذه تضع عبء كبير على المجتمع الكويتي وعلى العمالة نفسها، لأنه ينبثق عنها أمور كثيرة، منها تجار الإقامات واللي هم صراحة للأسف يسيئوا ويستغلوا الأمر بشكل يسيء إلى سمعة دولة الكويت. نعم. فبالتالي أعتقد محاربة تجار الإقامات عن طريق القضاء على الشركات الوهمية ومحاربة العمالة السائبة راح يحد الكثير من المشاكل اللي خاصة بالعمالة الوافدة. نعم، أبرز المشاكل اللي قاعد تكون موجودة الآن بسبب هذه العمالة اللي واجهتوها، أبرز المشاكل الخاصة بالعمالة أو اللي بتسببها العمالة قصدك؟ نعم، اللي بتسببها. يعني إحنا عشان نكون نتكلم في توازن ونعطي كل ذي حق حقه، العمالة السائبة هي تعاني لأنه تم استغلالها أو خداعها أو
الاحتيال عليها بشكل أو بآخر، إنه والله تعالوا أنا مقابل مبالغ مالية معينة رح سوف تجد العمل بالكويت من أول ما توطى قدمك أرض دولة الكويت، بيجي على أرض الواقع بلاقي إنه هذه مش صحيح، وتعرض إلى عملية استغلال واحتيال، وللأسف يمكن باع الأرض أو باع ذهب زوجته أو استدان عشان يقدر يجي على الكويت، فهو حقيقة صار ضحية. فبالتالي رح يضطر، لأنه صار ضحية مش لاقي شغل وسائب بالشارع، إذا تم إلقاء القبض عليه سينتقل إلى أنه هو متهم أو مخالف للقانون، وفي حقيقة الأمر هو ضحية جشع بعض من تسول له للأسف نفسه باستغلال هاي العمالة الهشة. نعم، يعني راح نستكمل حوارنا، وهناك تغرير كنتي تسأليني عنه بالفاصل، راح نشوفه الحين ويا بعض ونرجع من بعد. خلنا نشوف التغرير. مسألة شائكة وحساسة تعاني منها كافة دول العالم بلا استثناء، إنها قضية الإتجار بالبشر ولا بد من مكافحتها. استخدام العمالة بشكل عام من حقوق وواجبات ومنع لاستغلال هذه العمالة. الدورة اللي احنا فيها اليوم هي إعداد مدربين لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الكويتية. في الكويت لا يوجد إتجار بالبشر بشكله التقليدي المتعارف عليه، ولكن يوجد تجار إقامة. تمثل هذا الموسم في ختام البرنامج المعني في إعداد مدربين وطنيين من منتسم وزارة الداخلية كمدربين لأعمال المنظمة، الأعمال الخاصة في حقوق الإنسان والأعمال الوافدة. التدريب سيكون وفق معايير عالية وتحت إشراف نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين. هنينا لدورة الكويت لنشارك في دورة تدريبية تحت تنظيم منظمة الهجرة الدولية لصقل المهارات والاستفادة من المدربين الموجودين داخل دولة الكويت والمنظمة الهجرة الدولية. قائمة خبراء المنظمة الدولية للهجرة ستضم المتفوقين من هؤلاء المتدربين للاستعانة بهم في المنطقة العربية. مجددا من بعد هذا التغرير اللي شفناه أستاذة إيمان، هناك موضوع ممكن أن العديد من الأشخاص يتكلمون فيه وساد الشارع الكويتي، وهو الاتجار بالبشر. هل هذا الاتجار متواجد في الكويت؟ وإذا كان متواجد، كيفية الخروج من هذا المستنقع؟ أخت دلال، قبل ما أجاوب على سؤالك يجب على الأقل تعريف إيش هو مصطلح الإتجار بالبشر حسب التعريف الأممي الدولي والفني للإتجار بالبشر، عشان المشاهد الكريم يعرف إيش هو اللي يندرج تحت الإتجار بالبشر. بالتأكيد، التعريف الدولي والفني الرسمي للإتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو استقبالهم أو إيوائهم بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو أي من أشكال القصر أو الاختطاف أو الخداع أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو تلقي أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لديه السيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال. وأشكال الاستغلال كحد أدنى هي دعارة الآخر الغير، أو كافة أشكال الاستغلال الجنسي، أو كافة أشكال الاسترقاق والخدمة السخرة أو الخدمة قصراً أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. حسب هذا التعريف الدولي والفني للإتجار بالبشر، بفضل الله بالصورة العامة لا يوجد إتجار بالبشر في دولة الكويت، ولكن بعض الممارسات اللي يقوم بها بعض أرباب العمل، وحينما أقول أرباب العمل لا يعني أنها مواطن، رب العمل هو ممكن أن يكون مواطن أو مقيم. ولكن ليس للأسف لا تسول له نفسه بالاستغلال الآخرين. بعض الممارسات من تجارة الإقامات وحجز الجوازات وعدم دفع الرواتب والخدمة القصرا والإساءة الجسدية، هذه هي الحمد لله ليست ظاهرة حتى الآن، ولكن السكوت عنها ممكن أن تصبح ظاهرة وبالتالي تندرج تحت الإتجار بالبشر حسب التعريف الدولي. نعم، يعني القيام بهذه المعاملات وبهذا التعامل اللي أحيانا يكون سيء وأخذ حقوق الآخرين، هل هذا يقع عاتق بالخطأ على وجود الكفيل مثلا؟ الكفيل ككفيل إذا هو يراعي ضميره وأخلاقه ويراعي سمعة دولة الكويت، فبالتالي لن يكون هنالك مشكلة.
لأنه سيعطي حق كرب عمل، سوف يعطي العامل حقه. لكن المشكلة بمن تسول لهم نفسهم باستغلال السلطة أو استغلال حتى استضعاف حسب التعريف الدولي بأنه يمارس سلطاته على الشخص المستضعف. نعم، يعني اليوم لو نقول أن تكون هناك بدائل لنظام الكفيل، فما هي البدائل هذه؟ جميل سؤالك أخت دلال. الهدف ليس هو فقط إلغاء نظام الكفيل لأجل الإلغاء أبداً، ويجب أن نأخذ بالاعتبار دولة الكويت بفضل الله هي دولة ربنا حباها بالنعم، الله يديم النعمة، فبالتالي هي دول مستقطبة للعمالة. نعم. أكيد يعني سيظل عليها عاتق وعبء كبير في التعامل مع العمالة. لما نحارب الشركات الوهمية وتجار الإقامات والعمال السائبة، بالتأكيد أخت دلال سيتم القضاء على 50% من المشاكل الموجودة حاليا واللي ممكن فيما بعد تتطور إلى أنها قضايا إتجار بالبشر. ثم بعد ذلك نأتي إلى موضوع الكفيل. حينما يتغير نظام الكفيل، بمعنى يجب أن يظل هنالك نظام يكفل أي شخص يريد أن يدخل إلى دولة الكويت للعمل فيها. هذا من حق دولة الكويت، التوازن بين الأمور الأمنية وبين تطوير المهارات الموجودة عندها وبين البنية المجتمعية لدولة الكويت. لكن نوعية وماهية الكفيل هي المحك، حيث الهدف أنها تتغير من أنه يكون رب العمل هو الكفيل، فتصبح هيئة استقدام العمالة أو مؤسسة حكومية لاستقدام العمالة، ورب العمل يصبح العقد بينه وبين الموظف هي الوسيلة بينهم، المؤسسة خلينا نقول اللي لا، رب العمل هو يكون رب عمل فقط. نعم. وليس أيضا الكفيل في سبب وجود الشخص في الكويت، في دولة. نعم. الكويت، هذا التداخل بأنه هو صاحب العمل وهو الكفيل، للأسف بعض الناس تستغل هذا السلطة بشكل سيء ويسيء إلى العامل ويسيء إلى سمعة دولة الكويت. لكن لما تنظر إلى الشركات المحترمة والشركات الضخمة لا يوجد فيها أي مشاكل، لأن هنالك عقود وهنالك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأحب أن أشير إلى أنه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الأشهر الأخيرة قامت بنشاط طيب للغاية، حملات التفتيش على الشركات الوهمية، سن قانون العمل في فبراير 2010 حد من الكثير من المشاكل، وإحنا منشد على إيدهم ونتمنى تفعيل هاي الحملات التفتيشية بشكل أكثر وأكبر حتى نحد من المشاكل الحقيقية اللي هي سببها الرئيسي تجار الإقامات والشركات الوهمية اللي بيسببوا العمال السائبة اللي بالآخر بتعمل تداعيات سلبية على الأرض. نعم أستاذة إيمان، هناك مركز إيواء للعمالة أيضا الوافدة، لو يعني يتم تعريف هذا المركز للمشاهدين ومن بعده نتكلم عن هذا المركز ورأيك فيه. والله هو طبعا مش أنا الشخص الصح اللي أعرف على المركز، إنه تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الأقل لحد الآن. نعم. لكن هنالك مركز مؤقت موجود في خيطان يتسع بقيمة حوالي 40 شخص من العمل المنزلية، وأنا اللي بعرفه أنه سيكون قريبا جدا إن شاء الله سيرى النور المركز الدائم واللي يتسع إلى 700 سرير، ولن يشمل فقط العمالة المنزلية، سيشمل أيضا العمالة الوافدة بشكل عام. طبعا هاي خطوة رائعة وفي الاتجاه الصحيح، وهي تضع الكويت، دولة الكويت أمام استحقاقاتها الدولية واللي هي ملتزمة فيها وتعمل جاهدة دائما لتصحيح الأوضاع وتطويرها. يعني هل هذا المركز راح يكون في حلول بوجوده للعمالة الوافدة؟ هو راح يحل مشاكل الناس اللي عندها مشاكل. نعم. لكن أساس المشكلة يعني باللغة الطبية لما يقولوا لك أخت دلال تشخيص المرض هو نصف العلاج. نعم. فنفس الشيء بخصوص العمالة الوافدة، تشخيص المشكلة من وين بيصير في مشاكل، ليش أصلا يكون في مركز إيواء لو إن شاء الله الثغرات يتم سدها في القانون الحالي لحد ما يوجد نظام بديل للكفيل عبر إنشاء هيئة لاستقدام العمالة أو المؤسسة الحكومية. الآن تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نوجه لهم تحية كتير كبيرة شركائنا في على الأرض في أعمال في عملنا، سد الثغرات عن طريق إنشاء قوانين محاربة ومحاربة بحزم بالشراكة مع وزارة الداخلية للشركات الوهمية وتجار الإقامات. لن ينتج عنها عمالة وافدة تضطر إلى أنها تلجأ لمركز إيواء، أو على الأقل راح يكون هنالك سقف بسيط. نعم. أخدنا لا يوجد هنالك حل سحري
دائم. ثقي تماما كون الكويت دول جاذبة ومستقطبة للعمالة سيظل هنالك هامش بسيط وهو هذا الشيء الطبيعي، لكن ما نراه الآن للأسف هو سوء استغلال البعض وأشدد على البعض في أنهم يتاجوا بإقامات العمالة. نعم، مؤتمر دور المؤسسات في تعزيز المسؤولية المجتمعية اتجاه العمال في دول الخليج، لو نتكلم عن هذا المؤتمر اللي عقد مؤخرا وخرج بجملة من التوصيات، نود معرفة التوصيات ولو تكون هذه التوصيات بشكل حصري لتلفزيون الوطن، متمنين هذا الشيء. هي بإذن الله صارت تكون بشكل حصري لتلفزيون الوطن لأن لسه اليوم تم اعتمادها. جميل. وحتى يعني تمت موافقة عليها من كافة الأطراف ومكتبنا في جنيف، فهذه هدية لتلفزيون الوطن اللي بيستحق ومشاهدين الكرام. المنتدى تم على مدى 3 أيام وهو المنتدى الإقليمي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يركز على العمال وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات اتجاه العمال. إذا بتحبي تسمعي التوصيات أنا معلش. نعم بالتأكيد. راح أضطر أحكيهم، هم طلعت 17 توصية. بهمني أقول أنه شارك 31 جهة منها مؤسسات حكومية خليجية ومنظمات مجتمع مدني، وطبعا مؤسسات حكومية كويتية وقطاع خاص ومنظمات دولية وهيئات خيرية، وعشان هيك أنا بشدد على أنه المنتدى الأول من نوعه في الشرق الأوسط. نعم. التوصيات اللي طلعت معلش اسمحي لي أسردها على السريع، هي 17 توصية سأذكر منها أهمها اللي هو تشجيع ودعم وسائل الإعلام باعتبارها تؤدي رسالة وخدمة مباشرة للمجتمعات، فهي تكون أداة للمجتمعات للرقابة على أداء الشركات وتكون حلقة وصل واتصال بين المجتمعات والشركات والحكومة وتسلط الضوء على قضايا العمال. وأنا بس يعني بستغل هاي الفرصة الطيبة. نعم. أوجه دعوة لتلفزيون الوطن وصحيفة الوطن إنهم يتبنوا هاي الدعوة، كذلك نشر نتائج الدراسات والمسوحات التي تجريها مؤسسات القطاع العام والخاص حول العمالة بشفافية للعموم لتشخيص المشكلات وتحديد مجالات التحسين. أيضا إيجاد مجلس للمسؤولية المجتمعية يضم القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة. إصدار كتيبات إرشادية للعمال الوافدة والعمال المنزلية. إيصال مفهوم الإتجار بالبشر إلى كافة المواطنين والمقيمين عن طريق عدة وسائل، منها وسائل يعني حملات توعية وإعلامية. عقد مثل هذا المنتدى بشكل سنوي لمتابعة تنفيذ التوصيات ومتابعة التطورات الحاصلة، ومن نعم. الممكن عقده إن شاء الله في دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي. نعم. المنتدى كان تحت رعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذة ذكرى رشيدي، وبالتعاون مع الأمان العام للأوقاف وسفارة مملكة هولندا، وكان على مدى 3 أيام 7 جلسات شاركوا فيها 17 متحدث قدموا أوراق عمل من كافة دول مجلس التعاون الخليجي قطاع حكومي وخاص كما ذكرت قبل قليل. نعم، يعني رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت السيدة إيمان يونس أريغات، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم للتوضيح عن هذه المعلومات، وشكرا للتوصيات اللي كانت حصرية في تلفزيون الوطن. شكرا لك أخ الدلال، ومرة أخرى أوجه شكري الجزيل للحكومة الكويتية الموقرة ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة الداخلية، اللي بصراحة الإدارة العامة للتدريب اللي هم فتحوا لنا أبواب وزارة الداخلية ومعنيين بتدريب الكوادر الحكومية بالمعايير الدولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. نعم. وسائل الإعلام وتلفزيون الوطن وحضرتك وكافة المشاهدين الكرام، ويعطيكم العافية. الله يعافيك. إذن مشاهدينا من بعد الفاصل راح تكون لنا عودة مجددة، خلكم معنا.